السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضابط عاطل تعدى على زوجته بسلاح أبيض وقتل جنين بداخلها في باب الشعري. أصيبت سيدة وتوفى جنينها بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض بمنطقة الباب الشعرية بسبب شكه في سلوكها، وتم نقل المصابة إلى المستشفى وتم استخراج جنين 8 أشهر متوفي بعدما أصيب بطعنات أدت إلى مصرعه وتحرر محضر بالواقع. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سيدة حامل مصابة بطعنات ووفاة جنينها متأثرا بإصابته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لإجراء المعاينة حول الحادث. وتبين من خلال الفحص إصابة سيدة 31 عام مصابة بالعديد من الطعنات ووفاة جنين بداخلها بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض بسبب شكه في سلوكها. وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض على المتهم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.